قصة شمس المعارف الكبرى هي قصة كتاب حقيقي وواقعي، ومن أهم الأحداث اللي مرت بالأجزاء السابقة هي أول مشكل، وهو وجود الكتاب. وشنو هو هذا الكتاب؟ ومن بعد الشاب ياسين حاول أنه يعرف حجم خطورة الكتاب، ومن بعد حاولنا نربطه بعض الأعراض اللي صارت مع يوسف ياسين من خلال الرعب والمغامرة والتشويق. ومن بعد تم اللقاء ديالو مع الناس من جميع الأنواع اللي كيمتهنوا مهنة الراقي، ومن بعد منهم اللي كيمتهن الدجل والشعوذة، بمعنى أنه يكون فقيه. اللي خبروه أنه تزوج بجنية وأنه حاليا على مستوى من الكفر. حاول يخلص نفسه بعدة طرق، إلا أنه كيلقى نفسه كيزيد يغرق راسه، خصوصا من اللي دار بزاف ديال الطقوس مثل طرد الأرواح، تحقيق الأمنيات. وهنا كيخرج شخصية ياسين من جو المغامرة وكيدخل في جو آخر. وهنا كنحاولوا أن نبين لكم النظرية العلمية لشمس المعارف الكبرى. تابعوا معنا القصة، ما تنساوش تعملوا شير للفيديو، سبسكرايب ولايك، وتضغطوا على الزر الأحمر اللي هو زر الاشتراك. كانت من لكم فرجة ممتعة، كيف كيقول حمادة أقصى درجات الرعب. خلونا نبدأ القصة. قوانين الاستماع كما العادة، البس السماعات واجلس في مكان هادئ وبعيدا عن الضوضاء، اطفئ الأنوار طبعا، وكنت منا لكم أقصى درجات الرعب. ويلا نبدأ. قصص رعب وارتعاب، هلع وفزع، مع القرشي حمادة في كل قصة إفادة. إن لم تستوعبها فعليك بالإعادة. دخل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل زيد، دخل يا يوسف، جلس. شكرا. يوسف يا يوسف. طبعا دكتور، انت عارف علاش انا جاي لعندك. اكيد انا اطلعت على الملف ديالك وفهمت كل شيء. واش يا دكتور كاين شي حل؟ كل مشكل وليه الحل، أكيد لازم الصبر أهم حاجة في العلاج. أنا معك يا دكتور في أي حاجة بغيتها، المهم تفك من هذه المصيبة اللي راني واحل فيها. دتني الوالدة عند واحد طبيب اللي أعطاني نظرية علمية في شمس المعارف الكبرى، وقدر يبين لي أن العلم كي آمن غير بالملموس. سنة 2018 تقام مؤتمر صحفي اللي نفى صحة معلومات الموجودة في كتاب شمس المعارف، ولكن كان واحد طبيب اللي الابن ديالو كان قاري ومتمكن منه ويقدر يستخدم الجين لتسخير أمور الدنيا، مثل النجاح الدراسي وخدع بصرية وتحريك المال من جيوب، يعني تسليط الجين للسرقة. وأكد الأب ديالو أن مستوى الدراسي هزيل من خلال نتائج اللي دلا بها الأب ديالو، وتكلم على أطباء بأكثر من 24 لغة زايدة، أنه قطع الضو برمشة من عينيه وقدر يعرف شنو كاين في الجيوب ديال كل واحد فيهم. خلى النظرية العلمية للأطباء أضحوكة أمام ما يناهز أكثر من 300 دولة مشاركة، لأن كتاب شمس المعارف كان عامل ضجة
وخصك تعرف حاجة أخرى، أن النظام السياسي للدولة كيستعن بهذا النوع من الكتب للطاعة والنجاح، وكيحاولوا يخليوه على أنه دجل وشعوذة باش ما يكونش واحد التعمق ديال الشباب فيه ولا يبحث في الدمياطي. هذا الشيء لاش خلاوه جانب أسود ما يمكنش تتكلم فيه، لأنه من الممكن تعتبر في نظرهم متخلف. ودابا دكتور أشنو المعمول؟ نصيحتي لك يوسف أنك تعمل رقية شرعية. ولكن دكتورة سبق لي وعملتها ولكن ما كانت تشي فايدة، كل واحد شنو كيقول لي؟ كون هاني، غنرسلك شخصيا عند واحد الراقي، هو من أشهر الرقاة في مدينة باب البرد. أنا غنتصل به وغادي نقول ليه باش يجي عندي، وهو اللي غادي يقدر يفسر الحالة ديالك ويقدر يفك لك حتى هادشي اللي فيك يا يوسف. في الأول فرحت بزاف، ظنيت أن الأمل كاين. هز التليفون ديالو واتصل به، فهذيك اللحظة طلب منه أنه يجي ورد عليه بالإيجاب بعد ما قال له أنني قريت شمس المعارف الكبرى وأن في يدي الحنة وما كتحيدش. هذاك السيد تعود بالله، ومن بعد قال له غدا غادي نكونوا عندك أنا والطاقم ديال الناس اللي معايا، اللي من أول نظرة ليهم أخوتي الشكل ديالهم كيهرب منهم القلب وحتى الخاطر، ما عرفتش ولكن حسيت بشي ضيق من جهتهم. في الغد ليه لبست حوايجي واتجهت عند الدكتور، وفعلا لقيتهم تما وكيستناو فيا. دخلت وسلمت عليهم، جلست وعاودت لهم كل داكشي اللي صرا معايا، وقلت لهم ان عندي كتاب شمس المعارف الكبرى. واحد منهم كان اسمه حمو، قال لي جيبولي نشوفه. اما الراقي اللي كان اتصل به الطبيب قال لي انت مشرك، بمجرد تمتم ديالك بكلمات من داك الكتاب فاعتبر راسك انك مشرك بالله، وبعد من التعاويذ كتعتبر شرك بالله. قلت ليه فينا هو الحل وشنو المعمول دابا؟ قال لي غنطلبوا الله انك تموت على ملة الاسلام. حمو بعزوز كانوا كيصوروا في الكتاب صفحة بصفحة وما كانوش معانا، والعقل ديالهم بحال الا تالف. قال لي بعزوز اول حاجة غادي نخلصوك من هذا الكتاب، قريت في عينيه الشر وناوي على الخديعة، وقال هذا الكتاب غناخده معايا غنشوفو باش نحاولو نلقاو لك شي حل المشكلة ديالك. انا ترددت، قلت كيفاش؟ لا 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 لا، كاين شي حاجة ما مفهوماش. كذبت عليه، قلت ليه باللي شفت في الاحلام ديالي ان الشخص داه مني ومات موتة خايبة، لكن حسيت به خاف ورجعوا ليا في لحظة وخدا بعض الصور، ومن بعد بقى كيهضر مع با عزوز غير بعينيه. لكن الراقي الاخر اللي كان معاهم كان شخص مختلف عليهم، كان النور مبعوث ليه من الوجه ديالو، وحتى من الهضرة ديالو كانت مبدلة. حمو با عزوز قالوا لي غنعاودو نتصلوا بك، وحسيت من كلامهم انهم ناس خبات، والراقي عطاني واحد الماء وقال لي اشربو قبل ما تنعس. رجعت للدار ودخلت لبيتي، وكان نهار الخميس، وكيف كيقولوا الخميس ليلة إبليس. دخلت لبيتي وجبت داك الكاس ديال الماء وشربته ونعست. إلا واحد شوية حسيت براسي تهزيت من بلاصتي، بقيت غير كنغوت وما كانش اللي كان كيسمعني. إلا شوية حطوني الأرض. شنو كاين؟ شكون اللي هزني هكذا؟ وابا مي الواليد، فين كان الواليد؟ الله يخليكم نزلوا لي لتحت. شنو كاين؟ نط كنجري باش نشعل الضو، لكن ما بغاش يتشعل. كنشوف الماء اللي عطاني الراقي ولا سخون في وسط البيدون اللي كيغلي من الحراره ديالو، والغرفه ولات كلها دخان. حسيت برجليا ما بقاوش قايسين الارض، عييت منغوت حتى صوتي بحاح والدمعة كتنزل سخونة في خدي، وظنيت باللي هي رجعت. اشنو بغيتي؟ الله يخليك، شنو بغيتي مني؟ انا بعهد الله خليني، الله يخليك، شنو بغيتي مني؟ وشنو درت ليك باش ديري فيا كاع هادشي؟ شنو بغيتي مني الله يخليك؟ الا شويه
وقف عليه راجل باللحية ديالو البيضاء، وكان كبير في السن وما عندوش رجلين. آخر مرة تعمل طقس تحقيق الأمنيات لأنها ما كتناسبش العشيرة ديالنا، وإلا عاود شرب داك الماء مرة أخرى غيولي سم وتوكال. وباش كمل كلامه؟ ما حبيتش نآذيك لأنك جيتي عن طريق ملك من العشيرة ديالنا، فأفضل حاجة لك أنك ترضى بصفوه. ترضى بصفوه، ترضى بصفوه، لأنها المكتوب ديالك، وخصك تفتخر بأنك امتلكت قلب صفوه اللي هي من أجمل نساء العشيرة ديالنا. شو يحسيت براسي نزلت الأرض وأنا خايف وركابي ما بقوش عندي. أنت اللي كتسمعني دابا، أنت ولا أنت غير كيف تخيلوا معايا أنكم في غرفة مظلمة وقدامك جن، إيه جن واقف وانت كتشوف فيه كيهضر معاك، وأنت مشلول الحركة وما عندك ولا بيديك ما تدير. قول لي أو قولي لي كيف غادي تحسي وانت عاجزة أو أنت عاجز عن الكلمات أو عن الوصف اللي كنت أنت فيه. الليل والظلام والباب ما كيتحلش والصوت ديالي ما كيتسمعش. بقيت كنجري عند الباب إلا في لحظة حسيت بشي حاجة طاحت عليا وأنا كنغوت. وابا والوليد 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 وابا واتقوني واتقوني الله يخليكم أنا ما قديتش. إلا في لحظة سمعت الوليد كيقول يوسف رجوع لله ولدي رجوع لله. وملي فتحت عيني لقيت الوالد كيفيق فيا. وقال مالك ولدي؟ عوض مشيت على الباب كنت كتجر الماريو وطاح عليك، شنو وقع لك ولدي؟ ولكن الوالد انا كنت باغي نفتح الباب وكنت كنغوت، واش ما سمعتونيش؟ ما سمعنا والو وما سمعناكش كتغوت، سمعنا غير ملي طاح عليك الماريو وما كانش الغوات. انا كيظهر لي فهمت هادشي اللي كيوقع لك. سمعني يا ولدي يوسف، من خصائص الجان انه يقدر يسد السمع ديال الناس اللي معاك ويهيئ لك اشياء اللي هي ما كتوقعش، والجن عنده القدره على السيطره على العقل الباطني ديالك من خلال الخوف ديالك. الان الخوف هو مفتاح السيطره والامتلاك وكيجعله اقوى منك، فخلي ايمانك بالله قوي وما غتخاف من حتى حاجه. الكلام اللي هضر معايا به الوالد خلاني نحس بالامان. كانت هذيك الوقيته 6 ديال الصباح، مشى الوالد باش يجيب ليا ما نفطر والوالده مازال كانت ناعسه. جاني تليفون. فتحت الخط وكان با عزوز وحمو، وقالوا لي من دابا غادي يكونوا عندي وبلي لقاو الحل المشكله ديالي، وقالوا لي انني نوجد لهم 3000 درهم. عطاني الوالد الفلوس. هكا ولدي المبلغ ديال الفلوس اللي طلبوه منك الرقاد، ونصحني انني نحضي راسي منهم. ولكن ولدي حضي راسك، انا خاطري هارب ليا من هاد الكنوس. لكن لا انا ولا الوالد بقينا بحال هذاك اللي كيقلب على اي خيط ديال الامل باش نقدروا نتفكوا من هاد المشكل. نط وصليت انا والوالد، ومن بعد جات امي لعندي وكنت يالله سلمت، قالت لي الله يتقبل. قلت لها منا ومنك يا الوالده، وقالت لي نوض نفطروا واللي دارها الله هي اللي كاينه. شويه رجع التليفون كيصوني، رديت ولقيت با عزوز وحمو
وقالوا لي اجي لعندي دابا القهوة اللي كاينة في الحومة ديالك. وقلت لهم اجي للدار لعندي، وقالوا لي لا غير اجي القهوة دابا وغادي تفهم كل شيء. مشيت لعندهم وقالوا لي انه كاين واحد العالم فلكي سبق ليه قرأ نسخة من شمس المعارف ولكن ماشي اصلية، والاصول ديالو من امتيك اقليم طاطا وغادي يجي. الوليد واخا حس باللي فيهم الاخضر قال غير يفكوني من هذا المشكل ويكون لي يكون، شد لي في يدي وزير عليها وضرب وجهه لعندهم ودار واحد الابتسامة عريضة في وجهه اللي اعطتني احساس بالطمأنانية. وقالوا لي بغاو 3000 درهم دابا. دار عندي الوليد وقال لي اعطي لهم. انتقحم وقال وبرر على ديك 3000 درهم اش غيديروا بها. قال لينا انه بغاو يشريو بها شي بخور ومستلزمات اخرين، اما احنا كاع ما نتحاسبوا معاك على المركوب ديالنا والتمارة ديالنا. هنا نطق عزوز وقال ليه كل شي ديال الله. خرجت التليفون من جيبي وصونيت للراقي اللي كان جا معهم ديك الوقيته، لكن لقيت التليفون ديالو طافي. سولتهم عليه، نطق با عزوز وقال لي البلاصة اللي ساكن فيها الراقي عصام ما فيهاش الريزو، غدا بحال هاد الوقت غيشد طريق السواقة تمات عاد صوني ليه. وبقيت غير كنشوف فيه، بقيت كنشوف العرق نازل من با عزوز، ولكن ما ديت فيه ما جبت. بغيت نوض للساكة باش نشري ليه كلينيكس حيت كان كيمسح غير في الحوايج ديالو. ويالله كيف خرجت من القهوة وقفات عليا مرا كبيرة وكان باين فيها باللي مريضة، وملي شدات في يدي تقول على الجسم ديالها بوركان، كانت كتمشي محنية والشعر ديالها كله بيض والجلد ديالها كله هازل. نطقت وقالت لي وليدي جود عليا باش جاد عليك مولانا، جود عليا وليدي باش جاد عليك مولانا. الله يا ودي الوليدة، ما كان تا شي مشكل وربي غادي يجازيك خير. مالك على هاد الحالة؟ شوفي شوفي يلا تمشي معايا، لقيتيني غادي للساكة، يلا تمشي معايا تماك وشري اللي بغيتي. السكر والخبز وقري هاد الماء. بقيت كنضحك معاها وبقينا كنتمشاو حتى وصلنا للساكة وهي شادة في المعصم ديال يدي وكتقول لي غير وليدي الله يرضي عليك. ومن بعد من وصلنا للساكة مهمتي هانتي اختاري وشري اللي بغيتي. بغيت غير السكر وخبيز وقري هاد الماء. طلبات غير السكر والحليب والخبز وقرعة ديال الماء. جود عليا وليدي باش جاد عليك مولانا. ما كان تا شي مشكل، انا بغيتك وليدي في النهار الخايب تكون غايب، بغيت جوادي يوقفوا معاك في الليلة الحزينة، بغيت جوادي يوقفوا معاك في الليلة الحزينة. وملي خرجنا من الساكة دعات معايا بدعوة زوينة وطلقات من المعصم ديال يدي ومشات. كيف درت وقف عليا دري صغير، عمو عمو عفاك عمو غير ما ناكل انا جيحان الله يخليك. هاك يلا شري داكشي اللي بغيت وعمر لي الكريشة. ها عطيتو 5 دراهم ومشى فرحان. ورجعت ندور وجهي للشيبانية لكن ما لقيتهاش، درت للشارع كامل ولكن والو. قلت باللي تلفات ليا مع الناس لكن هذوك الدعوات جاتني غريبة. المهم رجعت للقهوة ولقيت با مازال جالس معهم. ومن بعد مديت الكلينيكس لبا عزوز وقلت ليه فين هو هاد صاحبك اللي قلتي لي غادي يجي. وانا مازال كنهضر عليه حتى جا سمعت حمو قال ها هو وصل. درت لعندو لقيت اللوطو اللي عندو اخر ما كاين، وكان لابس كومبلي وصباط كحل ويكون في واحد اللاج ديال تقريبا 40 سنة، وشعرو كان كحل وطويل عكس اللي توقعت تماما. طلع القهوة وسلم علينا قال لي حمو هذا هو اللي قلت ليك عليه. وبغير ساكت وكيشوف، رد عليه بوشار اللي لحد الان انا مازال ما عرفت الاسم ديالو لكن غادي نبقى نقول ليه غير بوشار. رد وقال الحل المشكلة ديالك كاين، ولكن في الاول خصك 20 مليون باش تقدر تحرر راسك. بقى الوليد غير كيضحك وقال ليه ما عندناش هاد المبلغ وما عندناش منين غنجيبوه. لكن رد عليه انا مشوفه الاولى اللي شفت ولدك عرفتو مالكه جنية ولكن فقيرة وجاتو هدية من العشيرة ديالهم، ولكن ما غاديش يطيعوا لانها مسلمة. المهم
بقى كيعطيني معطيات اللي خلاونا نتيقو. قلنا ليه اننا ما يمكنش نوفروا داك المبلغ كله، لكن واجبه قال عندك حل اخر، هو الى اعطيتينا شمس المعارف الكبرى وما تسالنا ما نسالولك وغنديروا فيك هذا الاجر لله. كان باين في الوجه ديالهم ماشي وجه الاجر، ولكن انا حياتي تقلبات وتدمرات وكنقلب على اي حل باي ثمن كيف ما بغى يكون. ولكن الوالد اشترط عليهم انهم غيسلمهم الكتاب ملي نكون انا بخير. لكن عندي شرط، انا موافق نسلمكم الكتاب، لكن الاول ملي يكون ولدي بخير. وحنا موافقين. وافقوا، ومن بعد طلبوا مني انني نمشي نلبس شي حاجه بيضة، ومشيت للدار وبدلت الحوايج ديالي، ولكن قالوا لي ما غاديش يمشي معنا الوالد ديالك، غنمشيو غير حنا بثلاثة، لأن الطقوس اللي غادي نديرو ما خص يكون فيها حتى شي واحد من الدم ديالك، باش ما يقدرش يتآدى منهم. رد الوالد وقال صافي يا ولدي، خليهم يفكوك من هذا المشكل. اسمعني يا ولدي، سير الله يرضى عليك وينور طريقك ويسلك محينك، هاك زيدك هاد 1000 درهم ديرها في جيبك، ما تعرفش تقدر تحتاجها، وما تنساش طمني عليك ولدي. وبقى غير كيدعي معايا واعطاني واحد المبلغ نديرو تحت مني. خرجات منهم مصاريف زيد على داك المبلغ ديال 3000 درهم اللي عطيتها لهم، ولكن الفلوس ما كيهموش دابا غير تكون نتيجة. والوالدة كانت غير كتعنق فيا وبحال الى غادي تشوفني لاخر مرة. اسمع وليدي، تهلا فراسك وليدي، تهلا فراسك، تهلا فراسك، انا نفرجك برضا ومطيك برضا وليدي، فيما حتى يدك تربح، فيما حتى يدك وليدي تربح، فيما حتى يدك تربح وليدي. والوليد الكلمة الاخرى اللي قال لي ربي معك وينور طريقك ويسلك محينك. نزلت والشريط ديال حياتي كيتعاود قدامي بعرض بطيء. ركبت في الطوموبيل ديال بوشهر وديمارة، وفي وسط الطريق وفي داك السكون والسكوت اللي كان محيط علينا نطقت وسولتهم حنا دابا فين غاديين؟ فين غاديين دابا؟ وشنو غادي نديرو دابا؟ نطق بوشهر وقال غتزيد بلا ما تسول، وحنا غادي نفكوك من هادشي اللي انت فيه. وسكت وبقينا غاديين، واللوطو غير خرجت من المدار الحضاري بقات غادية بأكثر من 150 كيلومتر في الساعة. وإلا بغيتو تعرفوا من مورا هاد الرحلة شنو غادي يكون كيستناني، ولا فين غادي تسالي الدوامة ديالي مع هاد الكتاب والجنية اللي تزوجات بيا. ما عليكم إلا تعملوا حاجة وحدة، ألا وهي شير للفيديو، سبسكرايب، وما تنساوش اللايك. كان معكم حمادة القرشي من قناة الراوي ستوريس، ونلتقي في الجزء القادم إن شاء الله. والكلمة الأخيرة كيف العادة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. السلام. السلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، رجعنا لكم من جديد، معكم حمادة من قناة الراوي ستوريز. أول حاجة أخوتي بغيت نشكركم بزاف على هذا الدعم اللي كنتوا معايا طيلة أيام رمضان الشهر الكريم، ودائما كنتوا مسانديني في التعاليق ديالكم الإيجابية والأوقات اللي كنتوا دائما كتستناوني أنني ننزل فيهم، وكنا مبربجين واحد الوقت اللي كان هو ديال 11 ديال الليل بتوقيت المغرب، فكنتوا دائما في الموعد
وكنا دائما كنشتاركوا يعني الحوارات، وحنا كنتفرجوا القصه او ميم طون. كنا كان مثلا كنا كنديروا في العرض الاول يعني كنت كنهضر معاكم، كنا كنعيشوا دوك اللحظات ديال دوك القصص، يعني الاسئله اللي كيوقعوا في دوك القصص كنتوا كتجاوبوني عليهم او ميم طون نتوما كتفرجوا في ديك القصه. فهاد الشيء كان عاطيني واحد الحماس وعطاني واحد الحاجه، يعني كاع داك التعب اللي كنت يعني دير المونتاج وتسجل ودير المؤثرات ديالها، كاع داك الشيء كيمشي ملي انت تنزل داك المقطع او الفيديو او داك التعب اللي درتو وتشاركوا مع المحبين ديالك وتبقاو تشاركوا في الحوارات. فهذا جد اسعدني بزاف، وكنعتذر عليكم يعني هذا التاخر اللي وقع. فهذا يعني كان واحد السبب من هاد الاسباب اللي غادي نتكلموا عليها، ومن بعد غادي نطلب منكم واحد الطلب في الاخر ديال الفيديو، يعني نتمنى انكم تكملوا الفيديو حتى الاخر. هذا هو السبب اللي كما قلت لكم، سبب من الاسباب اللي خلاني نتاخر، هو انني لقيت في الايام الاخيره تفاعلات قليله صراحه بالمجهود اللي درتو يعني في القصه. ويعني كما قلت لكم هذا الكتاب شمس المعارف، القصه شمس المعارف الكبرى هي كتبناها وكملناها وكتالف من 15 حلقه، يعني ماشي سهل انك تعمل مثلا بحال روايه من 15 حلقه وكل حلقه فيها 20 دقيقه حتى نص ساعه، وبالمؤثرات ديالها وبشكل جديد وبتريدي، يعني ماشي غير قصه عاديه ومشتركه، يعني خذات منا واحد التعب ومجهود كبير، ولكن ما لقيتش واحد التفاعلات اللي غادي تحمسني اكثر ونكمل يعني في هذه القصه. فلذلك غيرنا من هذه القصه وبدلناها كامل، وغادي نختتموها يعني في خلال هاد الحلقتين القادمتين، وغادي نسدوا هذه القصه باش نباشروا بالقصص اللي جايه اللي من بعد، لانني الناس راها كطالبني، يعني ديجا عطاتني شي ناس يعني قصص واقعيه اللي وقعت معهم بالفعل، وبغوني انني نسردها في القناه ديالي. وكاين شي واحد البرنامج اللي غادي الناس يتصلوا بيا ويحكيوا لي القصص او المواقف اللي وقعوا معهم. فهاد الشيء اللي عندي بزاف، يعني عندي اعمال شارجي وما بغيتش يعني نبقى شاد واحد الوقت باش نعمل واحد العمل ومن بعد ما غاديش نلقى عليه تفاعلات. قلت معليش غادي نكمل على قصه شمس المعارف الكبرى ونختتمها بواحد الطريقه اخرى، ماشي هذيك الطريقه اللي كتبناها والفناها، ولكن من بعد من غادي نجمعوا يعني يكون واحد تفاعلات كبار وتفاعلات يعني اللي جد ايجابيه، غادي نرجعوا القصه ولكن بشكل يعني شكل جديد، او كيم يعني بمعنى اصح تقديم يعني التقديم ديال القصه او البدايه ديال القصه غادي تكون مختلفه، ولكن التكمله غادي تكون بحال هذيك اللي احنا يعني مختتبينها. فشكرا جزيلا الشكر للناس اللي تعاونوا معايا في القصه وشاركوا معايا، ومن بينهم هذه الحلقه هذه اللي شارك معنا اسرار موح اللي غني عن التعريف، كنشكروا بزاف على المسانده ديالو دائما ليا. وكنشكر الاخ العزيز حتى هو سامي العزمي اللي عندهم بجوج قنوات. فكما قلت لكم انا دابا غادي كنتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا القناه ديالهم وتشتركوا فيها، لانهم يعني كيستحقوا يعني يستحقوا الدعم، يعني ما غاديش نقول لكم انا زعما غير اشتركوا عندهم، ولكن انا استمتعت بالقنوات ديالهم. فبداية غادي ندخلوا قناة سامي العزمي اللي القناة ديالو جد رائعة كما كتلاحظوا، هذه هي القناة ديالو. كنتمنى من كل قلبي انكم تدخلوا عنده وتشتركوا عنده، لانه كيحط محتوى متعوب فيه، وبغينا انه توا يوصل ويدير بحال الناس الاخرين، وعلاش لا توا يكبر يعني كيستاهل صراحة. وبالنسبة لعشاق الرعب، الا بغيتوا تفرجوا عنده واحد الفيديو اللي انا عجبني ويعني بسببه انا اشتركت عنده في القناة، هذا الفيديو هذا اللي عجبني بزاف، يعني كيتكلم على اطون فينا هو ندخل لي فيديو هما دو كاع فيديوهات، عندك مقالب، عندك رياكشن، عندك فيديوهات قصيره، افلام قصيره، كاين هذا فيلم الرعب طلب الصداقه جني صيفط ليا انفيتاسيون، يعني كان كيشاطي مع الجني وصيفط له انفيتاسيون وفهمت وبدا كيتحاور معاه. المهم احداث كثيره غادي توقع في هذه القصه، نتمنى انكم تدخلوا عنده ويعني تشاركوا وتشوفوا الفيديو وتشاركوا عنده وتقولوا له احنا جايين من عند حماده. وبالنسبه للصديق العزيز اللي كنتمنى له كل التوفيق في هذه القناه ديالو الجديده اسرار موح، يعني غادي نكتبوا غير اسرار موح هكا غادي تطلع لنا ديريكت، ها هو
كما كتشوفوا هنايا، هذا هو القناة ديالو، راه بدا كيحط يعني كيسترجع وبدا كيحط القصص اللي نتمنى لكم تدخلوا عنده، ويعني الى العشاق ديال الرعب والعشاق ديال هذيك يعني كيحط لكم قصص اللي رائعة وانا من المعجبين ديالو. هو دار بعدا بدا دار في بيتنا شبح قصة رعب، كاين ملكة الجن من اقوى قصص الرعب، وكاين قصة الدار المسكونة اقوى قصص الرعب. المهم راه حط ثلاثة القصص وراه غادي يزيد يتقدم وغادي يزيد يحط، وبغيناكم توصلوا يعني باسرع وقت لألف ابوني وخليوه يعني باش يتشجع اكثر. وبالمناسبة اسرامو غادي تكون عندنا اعمال مشتركة انا وياه في المستقبل، يعني ضروري خصكم تشاركوا عنده باش يعني توصلوا يعني بالاعمال ديالنا يعني الجديدة. يعني مثلا من غادي نديروا انا وياه مثلا شي قصة مشتركة غادي يكونوا فيها مثلا جوج اجزاء، غادي نحط جزء عندي الاول ولا هو يحط عنده جزء ديال الاول والثاني غادي يكون يعني مختلف، كل قناة غادي تحط فيديو. يعني لذلك انا بدكم تشاركوا عنده باش من تكونوا عندنا شي المشتركة اللي تشوفوا البداية هنا وتكملة هي او البداية هي وتكملة هنا. فلذلك انا من كل قلبي يعني كنعتبره الاخ ديالي ونبغيكم قاع تشتركوا عنده، احنا قاع خوت ويعني واحد يعني احنا كنختلف يعني احنا يا كنختلفوا في كل واحد وكيفاش كيسرد القصة، كل واحد وعنده واحد طريقة ديال السرد دياله، ولذلك كنبغي الناس انها يعني تستمتع كتشوف واحد المحتوى وكتتبعه، كتبغي تغير وتشوف محتوى اخرى وكتتبعها، يعني اختيار الاذواق يعني كثيره عند الناس. فهذا الشيء اللي كان عندي، والطلب الاخير اللي غادي يبقى اخوتي انكم تدعموا هذه القناه وتعطوني واحد الدفعه معنويه اللي غادي تكون يعني الصراحه دافع قوي ودافع اللي غادي يعطيني حماس اكثر باش نتقدموا في هذه القناه انا وجوهر اللي حنا كنتبعوا نتعبوا في هذه القناه. بالنسبه للكتابات والتاليفات اللي كديرهم هي وكتسهر، وانا يعني التقديم والمونتاج يعني صراحه كياخذ منا واحد الوقت كبير واحد الجهد كبير. فاللي كنوعدكم راه غادي تكون واحد السلسله الخوت اللي بغاو يشاركوا معايا فيها، اي واحد وقعت معاه شي موقف رعب، اي موقف يعني وقع معاه او وقع مع شي حد كيعرفو انه يقدر يتواصل معايا، اما غادي يحكيه هو ولا غادي يكتبها لي ونحكيها انا بطريقتي، ولا نتواصل معاه على المباشر ونحاولوا نديروا واحد الحلقه ويعني نقدموها في القناه. يعني هذا البروغرام هذا غادي يكون جديد ان شاء الله، وباش تتواصلوا معايا راه كلشي راه كاين تما عندي هنا في القناه باش تتواصلوا معايا سواء بالارقام الواتساب او الفيسبوك. الحاجه الاخرى اللي غادي تكون واحد السلسله ديال ملفات بوليسيه بالدارجه المغربيه ان شاء الله، اللي غادي تكون قصيره فيها واحد 5 دقائق ولا 4 دقائق اللي غادي تكون كل نهار. اما بالنسبه للقصص الطويله غادي تكون هذيك على حسب التفاعلات ديالكم نتوما، انا ما عنديش مشكل نتعب ونحط لكم كل يومين ولا كل نهار قصه، ما عنديش مشكل، ولكن في الحاله هذه غادي نبقى نحط لكم كل اسبوع حلقه ولا كل اسبوع حلقتين، فداكشي على حسب الدعم ديالكم. حسيت براسي طولت عليكم بزاف، يعني كان لابد اني نتكلم معكم وما بغيتش نحط لكم باش ما نطولكمش المقدمه خليتها حتى الاخر. فشكرا بزاف عليكم على هاد التفاعلات ديالكم معايا، وشكرا ونتلاقاو في اقوى قصص القادمه اللي غادي تكون ان شاء الله ممتعه. وعلى حسابي الريح طيح لي الكاميرا كان غادي يطيحها، على حسابي غادي تكون قصص رائعه، غادي تكون واحد القصه بعدا مور هاد شمس المعارف الكبرى، غادي تكون قصه ديب ويب اللي غادي نحكيها انا بالفيديو وغادي نسردها وكان داك الشيء اللي واقع لي انا، وغادي ننقلها لكم بواحد الصوره اللي غادي تحسوا بها. ومن بعد غادي تكون واحد القصه ممتعه نتاع الغموض والدراما اللي غادي تاخذكم واحد العالم اخر. فهذا الشيء اللي كان عندي، كنبغيكم بزاف. فالكلمه الاخيره اخوتي، استودعكم الله التي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته. كان معكم حمادة، يلا السلام. سنة 2018 تقام مؤتمر صحفي اللي نفى صحة معلومات الموجودة في كتاب شمس المعارف، ولكن كان واحد طبيب اللي الابن دياله كان قاري ومتمكن منه ويقدر يستخدم الجن لتسخير أمور الدنيا، مثل النجاح الدراسي وخدع بصرية وتحريك مال من جيوب بمعنى تسليط الجن للسارقة.
مثل النجاح الدراسي وخدع بصرية وتحريك المال من جيوب، يعني تسليط الجن للسرقة. وهي ما بغاش تقرا ليا مقاده، ما عرفتش علاش، ما عرفتش واش الصيغه ديالها جات ماشي هي هذيك ولا ما عرفت. المهم شوف انت الا ما عجبتك شي حاجه نبدلها، ماشي مشكل. هاك زيدك هاد الألف درهم ديرها في جيبك، ما تعرفش تقدر حد. هاك زيدك هاد الألف درهم ديرها في جيبك، ما تعرفش تقدر تحتاجها. وما تنساش طمني عليك ولدي، ما عرفتش اخويا دابا مع الناس صداع هنا في الدار، شويه عندنا الضياف وشويه الشقاء، ما عرفتش واش غادي تسمع هاد الغوات والتقرقيب. الوالده راه في الكوزينه راه بحال الا تتحارب مع العدو. والله تهز الكوكوت وتخبطها عندها دابا، دايل داك الشقاء سبحان الله العظيم بالعنف. ايوا ما شاء الله. يلا اخويا حمد الله يسر الامور. ما تنساوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب ولايك. ما تنساوش تعملوا شير للفيديو سبسكرايب ما تنساوش تعملوا لايك للفيديو سبسكرايب وتضغطوا على الزر الاحمر اللي هو زر الاشتراك. كنتمنى ليكم فرجه ممتعه. وغير كيف كيقول حماده اقصى درجات الرعب.